مثل واحد يصلي ركعتين بين المغرب والعشاء ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يعتمر عن فلان، أو يحج عن فلان، أو يسبح تسبيحات بيده ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يقرأ ختمة من القرآن ويقول اجعل ثوابها لفلان، أو جزءا أو صفحة من القرآن ويقول اجعل ثوابها لفلان. الأعمال البدنية بشكل عام هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع بها؟ طبعا التطوعات وليست الفروض، تطوعات، فهل ينتفع؟ هذه خلافية بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أن الميت ينتفع بالأعمال المالية وبالأعمال البدنية. يعني يجوز أن تصلي ركعتين وتقول اللهم اجعل ثوابها لأبي، أو تقرأ صفحة من القرآن تقول اللهم اجعل ثوابها لأمي، أو تسبح تسبيحات وتقول اللهم اجعل ثوابها لجدي، أو تتصدق وتقول اجعل ثوابها لفلان شخص تعرفه، وهكذا. وذهب بعض أهل أنها لا ينتفع بها، والأظهر والعلم عند الله تبارك قول الجمهور، وهو أنه ينتفع بها الميت. ولكن كما قال الشيخ ابن تيمية يقول ليست من هدي السلف، يعني لا يكثر منها الإنسان، عليه بالدعاء والصدقة، هذا أنفع شيء متفق عليه أنه ينتفع به الميت، الدعاء والصدقة، والأخرى إن فعلها فلا بأس إن شاء الله تعالى.